تحضير وتركيز كبير على مباراة اليوم. أكيد نحن بصدد مشاهدة مباراة كبيرة بدون أدنى شك. ابقوا معنا على الموعد في انتظار البث المباشر لهذه المباراة. اهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، هذه اجواء حماسيه، نلتقي مع حضراتكم في مباراه نتمنى بان تكون بروعه هذه الاجواء. محبكم فارس عواقه سيكون معكم في تغطيه مجريات هذا اللقاء. ونلتقي هنا مع مباراه في اطار مرحله الدوري لهذه البطوله، فريق ليون في مواجهه روما. هذه المباراة عنوانها حفظ النقاط من أجل التفكير في المرحلة المقبلة. تجميع النقاط مهمة ليست سهلة وتحتاج إلى تركيز من مباراة إلى أخرى. ولا مع التشكيل تبدأ المباراة رسميا مع انطلاقة الشوط الأول. إنتر كابينتر لينسي هور إيغور رولا دابريتس جيل كابينتر دياني هوران شاوينغا دابريت اوهو تصدي جميل هنا سلمى ستلعب هذه الضربة الركنية تغيير في الاستحواذ نجاح في تجاوز الخصم في توقيت مثالي انظر إلى هذا التدخل تعاني من الضغط نشاهد الآن في الملعب دياني تختفي الأضواء من كل الحاضرات هذه هي فرصة هدف لا بد أن تستغل هذه الكرة كرة بتضيع افتتاح النتيجة في الفرصة الماضية هدف محقق لكن الكرة راحت شوف الانفراد واحد على واحد كم بالإمكان أفضل مما كان في اللقطة الماضية ليون يخسر الكرة اعتراض الكرة في مكان حرج أه
الدعم يأتي في هذه اللحظات. مراوغة ممتازة هنا. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. والهدف الأول في المباراة يأتي. لا يمكن الصمود أمام كل هذا الهجوم. أجواء خيالية، احتفالات كبيرة، هدف مستحق بعد ضغط كبير من أجل التسجيل. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تدخلت بقوة. فشلت في الاحتفاظ بالكرة. التوغل الهجومي من جانب الثاني ربما ينتج عنا فرصة على المرمى. محاولة بالرأس لكن غير متقنة بما فيه الكفاية للتذهب من جانب المرمى. تغيير في صفوف فريق ليون. الآن مع هيجربير. فرصة والمساحة موجودة. هيجربير تسجل الآن هدف في هذه اللحظات. نشوف الإعادة مرة ثانية، نشوف الضغط والأسلوب الرائع اللي يتبع الفريق. نتيجة جاءت بهذا الهدف، تكتيك ممتاز وعمل مثالي. هدف يوزع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. تدخل هنا كان قويا لإيقاف الخطورة. تشاوينغا، رينار، جيل. نقل الكرات هنا في محاولة استهلاك الوقت والحفاظ على السيطرة. لم تتردد في التاكلينج هنا رغم الخطورة. حلوة التغطية، كانت قريبة من المرمى لكن عدد، لكن مرة كان ممكن تكون هدف في اللقطة الماضية. دقيقة واحدة تضاف كوقت بدل ضائع. ليون لديه، هل تنجح في تسجيلها؟ هيجربيرغ. شوط أول ينتهي هنا من مباراة فريق ليون. تميز واضح من جانب هيجربيرغ في الملعب وشوط أول بمستوى رائع. سجلت هدفاً في الشوط الأول وساهمت في تقديم فريقها في النتيجة، وهذا أمر طبيعي نظراً لمركزها الهجومي في أرضية الملعب. ينطلق الآن الشوط الثاني من هذه المباراة. تاكلينج نظيف من جانب هوران. ليون يضخ دماء جديدة. وهنا تنجح في إبعاد الكرة.
هذه فرصة هدف. الخطورة مستمرة. هيجنبرغ وفرصة هدف. أوه هدف من هيجنبرغ. الله على الكرة في المرمى وعلى هذه اللقطة. نشوف إعادة الهدف مرة أخرى ونستمتع بتبادل الكرة. وضعية الاثنين على واحد من الصعب إيقافها. ثلاثية ثقيلة الآن. هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. فان دي دونك. كرة بتضيع من جانب ليون. ليناري. جوليانو. ولا مع ليون. ماجري. تمريرة رائعة خلف الدفاع. كيف راحت؟ كيف ضاعت؟ فرصة سهلة أمام المرمى. انفراد في اللقطة الماضية بيضيع. سيسوكو. عليها ضغط هائل في هذه اللقطة. بضيع الكرة من فريق ليون. ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة. الفريق الآخر يبعد الكرة. الأطراف في هذه الساحات أمام ليون. لكن الخطورة لا تستمر بعد الآن وتنتهي المحاولة. جوليانو. حلو التدخل والكرة لم يتماس. واضح بأن المدرب سيجري تغيير في هذا التوقيت. تحول هنا في الاستحواذ. باشا. أمامها فرصة متاحة. ما زالت الكرة خطيرة. الآن مع دياني. ما تزال الخطورة قائمة. يمكنهم تنفس الصعداء الآن. تدخل وكرة تبعد. الكرة في المرمى. هدف جديد يوسع الفارق لأربعة أهداف. نتابع اللقطة مرة أخرى ونستمتع. أي تصويبة قوية، أي كرة متقنة استقرت في الشباك. قربنا من النهاية. المباراة تعتقد انتهت مسبقا لأن فرق النتيجة كبير جدا. من الصعب تعويضه في الوقت المتبقي. نلعب الآن في آخر دقيقتين من عمر المباراة. هوران. الآن فرصة للتسجيل. ضاعت الكرة من فريق ليون.
وهذه هي صفرة نهاية المباراة تعلن عن فوز أصحاب الأرض في انطلاقة مميزة في هذه البطولة. هذه البداية المطلوبة ولتجعل الفريق يكسب ثقة كبيرة وترفع المعنويات وتؤكد الجميع الجاهزية. اليوم تابعنا وشاهدنا كيف قدم تيكر بيرغ كل شيء ممكن وغير ممكن في هذه المباراة. أكيد الثنائية اللي سجلتها لعبة دورا مهما في فوز الفريق في مباراة اليوم وظهرت حيوية كبيرة داخل الملعب. الآن مع هيجربير وفرصة هدف